يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي أن أقطع صلاة الفريضة إذا طرق على باب بيتي شخص؟ هل يجوز أن أقطع صلاة الفريضة؟ لا، ما تقطع صلاة الفريضة يا أخي، إلا إذا أردت أن تنقذ إنسانا من هلكة، يعني إنقاذ من هلكة لا بأس. مثل أعمى أقبل على بئر أو على نار تقطع الصلاة لإنقاذ، أو إنسان سقط في الماء تخشى أن يغرق فتنقذه تقطع الفريضة، أما غير ذلك ما تقطع الفريضة. نعم.